عالم البحار عالم مليء بالأسرار، ولكي نكتشف بعضا من هذا العالم توجه فريق سواعد مصرية لمدينة القناطر الخيرية، حيث مقر إحدى فروع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لنتعرف على بعض من هذه الأسرار وقصة نشأة هذا المعهد. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد قصته بدأت من سنة 1924، كان اسمه محطة الأحياء المائية، وبعد كده اتغير الاسم لمحطة الإسكندرية، معهد الإسكندرية للأحياء المائية، وبعد كده اتضم لفرع الغردقة اللي كان تابع لكلية العلوم جامعة القاهرة، وفي الآخر خالص يعني أخذ اسم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية ده بيهتم بعملية رصد بيئي لنهر النيل بدءا من أسوان حتى فرعي رشيد ودمياط، بعد كده متضمن البحيرات الداخلية زي أرون والريان، وبعض البحيرات الشمالية زي بحيرة المنزلة. الفرع دوت أساسا بيهتم بنقط محددة، رقم واحد إن أنا بعمل أول عملية رصد بيئي للمية، جودة المية، وبعد كده بيترفع التقرير دوت وأقول والله هل المكان ده مناسب وصالح للأسماك، بيدخل عندي شعبة تانية اللي هي شعبة الاستزراع أو شعبة تربية الأحياء المائية. شعبة الأحياء المائية مهمتها إن توصل لي المنتج السمكي لدرجة تسويقية معينة، بعد كده بتدخل عندي شعبة التالتة هي شعبة المصايد اللي تقول والله أنا أعمل إزاي صيد لهذه الكائنات اللي موجودة عندي في الأحياء في المسطحات المائية اللي حضرتكم سمعتوها. المستقبل، التنمية المستدامة، أقوال كثيرة يتخذها علماء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد نصب أعينهم، وذلك لخدمة أبناء الوطن. التنمية المستدامة لها مفردات بحثية لازم نقول البحث اللي هو قابل للتطبيق، الدولة بتدفع وتكلف تمام، لكن أنا النهاردة المفروض البحث بتاعي بيحل مشكلة عندي، وليس مشكلة إن باحث بينقل فكرة من برة بيحل بها مشكلة خارجية وأنا المشاكل بتاعتي زي ما هي بدون أي حلول. لا، إحنا عايزين نقول النهاردة استراتيجي كبير قوي على مستوى الدولة، المشاكل تتحدد 1 2 3، في جدول زمن ليها، في حلول مقترحة ليها، نبتدي نشتغل بعد كده، وإلا هنفضل فعلا نعاني من هذه الحلول. بمعنى إحنا دلوقتي مشكلتنا مثلا في عملية الأسماك، زي ما بيقولوا مثلا أسماك المبروك، ودي نجح استزراعها في مصر بدرجة كبيرة جدا، ولكن نسبة السفة اللي فيها يعني الشوك الصغير اللي موجود في اللحم بيخلي المستهلك المصري لا يقبل عليها على الرغم إن سعرها بيكون منخفض، وهي ذات قيمة غذائية للمستهلك فعلا، ولكن المفروض بنقول كمعمل عندي في معمل تكنولوجيا تصنيع الأسماك بيقول أنا ممكن أوجه المنتجات ديت أو الأسماك ديت إلى منتجات سمكية أقدر إن أنا أعمل لها تسويق إعلامي في السوق المصري يتقبلها المستهلك. ده رقم واحد. رقم اثنين، في عندي مشكلة في العليقة، عندنا أساتذتنا والزملاء الأفاضل في معمل التغذية بيقدر يحط معايير تغذوية أو احتياجات السمكة اللي يقدر بعد كده يقول والله في نهاية الموسم بتديني وزن قد إيه، فده تم برضو إنشاء مصنع لتصنيع العلايق سواء المغمورة أو الطافية في محطة بحوث المكس اللي تابعة لفرع الإسكندرية.